كان سؤالي قبل الفاصل لفضيلتك، شايفين في زن كتير على الودان بيطلع على السوشيال ميديا وعلى أماكن كتيرة، وبعض الآراء بتطلع. الناس العادية بتقول ارحموا الناس اللي في البيوت، ارحموا الست من الأفكار دي، ارحموا الأسرة من الأفكار دي اللي بدأت للأسف بعض الناس تستجيب ليها، بعض السيدات تستجيب ليها، بعض الرجالة تستجيب ليها، ويحصل احتقان جوه الأسرة المصرية، وده بيترجم إلى مشكلات وإلى الطلاق. حضرتك تحب تقول إيه في القضية دي؟ أحب أقول قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله. السوشيال ميديا لها جانب سلبي خطير في هدم الأسر، وليس في مصر وحدها بل في العالم كله. السوشيال ميديا لها وجه قبيح، حيث إنها تهرف بما لا تعرف. نعم نعم. يعني كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. السوشيال ميديا هي عبارة عن إخراج الضغائن النفسية عند المتحدث، بيسموه إيه؟ البلوجر ولا بقى؟ بلوجرز بلوجر كده. مظبوط. البلوجرز ده إيه؟ إخراج ضغائن نفسية، أمراض نفسية. وأصبحنا في الجوار، أصبحنا كلنا بنتكلم في غرفة واحدة وكلنا سامعين بعضنا. معلومة كذب الناس عمالة ترددها. الست نهدى بالقمصان مطلعين ان هي بتقول الست غير ملزمة تبات في بيت جوزها، وهي ما قالتش كده، فقررت ان هي تقاضي المواقع والصفحات اللي نسبت لها الكلام ده، والناس عمالة تتكلم ان الست غير ملزمة انها تبات في بيت جوزها. وده غريب بقى، حاجة غريبة جدا يعني. هتروح للقاضي والقاضي يحكم ليها وكل حاجة، ولسه الشغل الناس الكلام الكلام الشائعة شغالة، الكذب شغال. وهي خلاص خدت الحكم ضد هذه المواقع واغلقتها، ولسه الكلام مظبوط. الفكرة إيه موجودة بقى عند المستقبل. يبقى اذا هذا السوشيال ميديا ينبغي علينا بقى خارج الحواديت دي كلها وخارج موضوع الحلقة، نعم، ينبغي علينا أن نفهم قواعد التعامل معها، وأنها ليست مصدرا لبناء المفاهيم الجيدة إطلاقا. بنأمر طبعا المستعملين أن هم يلتزموا بالأخلاق الكريمة، بالصدق، بالدقة، بالتأني، لكن يبدو أن هذا مع العدد الكبير بالملايين ده والمواقع متعسر. فيجب علينا بقى كمتلقي أو كمستعمل إن أنا أعرف قواعد هذه اللعبة. ولكن مولانا، هل في استهداف للأسرة، لكيان الأسرة؟ والله الشوية الدقائق اللي انت بتتيحهم لينا يعني الوقت كله تحت أمر فضلتك، يعني مش هيكفوا الاستهداف ده وتاريخه، لكن نقول وبالله التوفيق. أيوة فيه استهداف، فيه. والاستهداف ده من حركات عالمية، والحركات العالمية دي بدأت منذ زمن واشتعلت وارتفعت في المكانة في سنة 1974. ذروة الحملة دي، ذروة حملة النيو ايج، العصر الجديد. العصر الجديد ده بيقول ايه عشان نفهم بعمق بس؟ بيقول ان العقل البشري ده يستعمل منه الا نحو 6%، وانه لو استعمل بكامل طاقته وامكاناته فاحنا هنوصل الى حاجه غريبه جدا، هنوصل الى يعني عالم آخر له قواعد أخرى. ده ممكن إن أنا أحرك شوية البتاع الطبق اللي فيه الكورة ده بعيني، أحركه بعيني وأجيبه بعيني. طب ونستعملهم إزاي؟ أوصل مخي إزاي أيها الناس أيها الكذابون، علشان بس تعرف هو كله ده خيال عندهم. عقلي إلى 100%، قال تشيل منه كل قيد، تشيل منه كل قيد، كل قيد.
لان احنا لما شلنا القيود في الاخر القرن ال18 وخلال القرن ال19 الانسان تغير برنامجه اليومي واخترعنا واكتشفنا كل شيء، سواء كان قيد ديني، قيد عادات وتقاليد. قلنا لهم طب قيد عايزين القيود ايه اللي تتشال؟ قالوا خمسة. نمرة واحد الدين، وده خلاص شلناه من زمان. نمرة اتنين الثقافة. نمرة تلاتة الدولة. نمرة أربعة الأسرة. نمرة خمسة اللغة. قلنا لهم طيب الدين هتلغوه وتقولوا ما فيش دين، وقلتوا ان انتوا اهو عملتوا كده، لكن الثقافة دي معناته ايه؟ قال يعني ما تنتميش الى ثقافة معينة، اللي العولمة بقى والانترنت والسوشيال ميديا، الفولكلور واللي مش فولكلور وكده، وتقول لي اصلا انا بحب المزيكا دي ولا بحب الاغنية دي، هويتنا الشرقية والكذا، الشرقية مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، ثقافتنا العربية وعاداتنا، شيل الثقافة دي خالص كلها ورميها. طيب دي نمرة اتنين. الدولة نتستغنى عنها ازاي؟ قالوا نجيب المجتمع الاهلي ده اللي هي مؤسسات المجتمع الاهلي ونخليها تقوم بما تقوم به الوزارات. قلنا لهم بس كده الدولة يبقى ما فيش. قال لا ما فيش دولة. طب ما هو مع الدولة وهينتفي مع الدولة الجيش. قالوا ما هو ما فيش جيش. قلنا ده الخيال بتاعهم لما يسعوا اليه، وده بيترجم في بعض الحاجات اللي بتطلع. مظبوط مظبوط، في الافلام وفي البتاع كله. قلنا لهم طب ما فيش جيش يبقى اللي هيعتدي عليا مش، قال لا ما هو فيش جيش في العالم كله. نخلص بقى العالم كله من الجيوش وندافع ازاي والمصالح لما تتعرض نعمل ايه؟ قال الرياضه هي اللي تحل محل الجيوش. يعني لما نتخانق مع الكيان الصهيوني يبقى نعمل مباراة كرة قدم، ماتش كورة يعني، ماتش كورة او قوة او رفع حديد او اي حاجة من الاولمبيات. دي اللي يهزموا بيها بعض يعني، دي الرياضة يعني. تبقى مكان الحرب والتنافس ما بين البشر يظهر في هذا الحال. قلنا لهم طيب لا غنى الدولة، طب ونلغي الأسرة ازاي؟ قال لا احنا نلغي الأسرة دي خالص، ما بقاش فيه أب وأم وليهم سلطة على الولد ويعملوا له ايه؟ أبيوز. أبيوز يعني ايه؟ قالوا إساءة. إساءة يعني ايه؟ يعني مرة الأم شخطت في الولد فيبقى أبيوز، مرة ضربته بالشبش بالطائر ده بتاعت المرأة الأم المصرية يبقى أبيوز. المرة يعني قال أنا عايز شوكولاتة الساعة 12 بالليل فقالوا له طب استنى الصبح، يبقى أبيوز ده. أو إن هم يعرفوا دينه ويحفظوا القرآن يبقى أبيوز، يبقى أبيوز بيقضوا على لأنه بيفرضوا يعني عليه ما لم يرد. مرة كنت عيان وبعدين أبويا ما قعدش جنبي، ده نزل يسعى عشان يجيب فلوس عشان يعالجني، هو وداني لأحسن طبيب بس كون ان هو ما قعدش جنبي يبقى أبيوز. وقص على هذا البلاء المليان في النت، علموا الأطفال هذا الكلام.